سلام لافامي، نهار جديد مع فيديو جديد كله طاقه وحماس. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غدا نشارك معكم طريقتي في تنظيم التقضيه ولو باشياء بسيطه ممكن تنظمي كوزينتك وتقضيتك. ولكن قبل ما تخرجي تقداي ولا بدا ديري الليس بكاع الحوايج اللي خاصينك باش كتسهلي عليك الامور. ودابا بقاو معايا حتى الاخير حيت هاد الفيديو فيه اشياء كثيره كنتمنى يعجبكم. في نفس الوقت ما تنساونيش من اللايك وتخليوا لي تعليق محفز، والناس اللي كتشوف القناه لاول مره تشترك وتفعل الجرس باش يوصلكم دائما جديد فيديوهاتي. ودابا غنبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا معكم بها نهاري وهي الفطور اللي ولا بد كنتناولو في الصباح لانه كيعطينا واحد الطاقه للجسم ديالي. كما كتشوفوا معايا هنا خديت واحد الياغورت وخديت كذلك التمرات اللي ولا بد منهم اولا شويه ديال الفواكه الجافه. كذلك هنا غادي نطيب واحد البيضات بلديين اللي غادي نوضع فوق منهم شويه ديال الزنجبان كيجي رائع، وكنطيبهم في شويه ديال الزيت العود. هنا غادي ناخذ القهوه ديالي اللي ولا بد منها في الصباح، هذه من الحوايج اللي ما كنستغناش عليهم في الصباح. غادي نوجد فطوري وغنمشي نتناولو معكم، وكنتمنى ان هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. وفي نفس الوقت ما تنساونيش من اللايك والاشتراك والبارطاج والتعليق يكون محفز باش هاد الفيديو يقدر يوصل لاكبر عدد من المشاهده. ودابا غنخليكم مع بقيه لا فيديو. اول حاجه غنبدا بها نهاري وهي هاد الكاس ديال الماء، لان فوائد الماء كما كتعرفوا كبيره للجسم ديالنا، اذا ولا بد في النهار ما ناخذوا واحد الكميه مهمه باش نقدر الجسم ديالنا يستفد منها. غادي ندوز دابا نتناول معكم فطوري كيف ما وجدته معكم. ولا بد قبل ما نبداو اي نشاط في البيت ديالنا او في العمل ما ناخذوا الفطور ديالنا اللي غيعطينا واحد الطاقه باش نهارنا يدوز كامل مزيان. غادي نكمل معكم فطوري ونكمل معكم حتى هاد لا فيديو، كنتمنى تكملوا حتى الاخير. هنا كيما كتشوفوا معايا بعد ما درت الليست وشفت كاع الحوايج اللي خاصيني في التقضيه خرجت تقديت وجبت هاد الحوايج كاملين اللي كتشوفوا معايا. غادي نحاول نحط كل شيء هنا باش نشوف كل حاجه فين غادي ننظمها وانتم معايا ان شاء الله. كما سبق وذكرت باشياء بسيطه منظمات بسيطه حوايج اللي عند البيت ديالك ممكن تنظمي بهم كوزينتك وحتى تقديتك. دابا بقاو معايا حتى الاخير باش كل حاجه غادي نديرها في بلاصتها. لافونتاج ديال انك تخرجي وعارفه شنو خاصك في الدار تيخليك ما تاخديش الحوايج اللي زايدين، اذا فهاد الشيء من الحوايج اللي ضروري خاصنا نديرهم قبل ما نخرج نتقداو. ضروري نراقب ثلاجتي، نراقب البلاكار ديالي، نعرف الحويجات اللي عندي واللي ما عنديش. ما غاديش نحاول نجيب الحوايج مدوبلين على جوج مرات لان ضروري نجيب غير اللي خاصني. وهنا كيما كتشوفوا معايا القطيطه ديالنا حتى هي ما نسيناش من المستلزمات ديالها. بعد ما خويت القفه ديالي كيما شفتوا معايا خديت هنا هاد المنظمات اللي مستعملاهم في الثلاجه. كل منظمه غنستعمل فيها حويجه اللي كتخصها، بحال المنظمه الاولى وضعت فيها الفخوماج، الزبده، الكونفيتور، الثانيه وضعت فيها الطون، وضعت فيها الخل، مايونيز، كاتشوب، وحتى هذيك الصوص اولا. اما المنظمه الثالثه فوضعت فيها دوك لي بيسكوي مع داك رايبي كنحتاجهم مره مره. اما بالنسبه للمنظمه الاخيره وضعت فيها داك العصير، يعني الثلاجه ديالي ملي كنحط كل حاجه تنعرفها ببلاصتها وكتجي حتى الثلاجه ديالك منظمه. كما سبق وذكرت هاد الحوايج بسيطين ولكن يقدروا يساعدونا في التنظيم التقضيه ديالنا. هنا كما كتشوفوا معايا لي باد اللي خدينا فيها باك فيه ثلاثه، يعني ديجا فرغناهم في هاد المنظمات اللي سبق وشاركتهم معاكم. هادو كنت خديتهم من ايكيا الصراحه صدقوا رائعين، لا من حيث الشكل ولا من حيث التنظيم ديالهم. هنا كما كتشوفوا معايا هاد المنظمات حتى هما كنت سبقت وشاركتهم معاكم، يعني في رمضان درت فيهم سلو شباكيات تمر، غاديش نخليهم خاوين ولكن غادي نستعن بهم حتى هما. غدا ننظم فيهم سكر ديال اتاي، سكر ديال القهوه، وكذلك اتاي اللي جا الشكل ديالهم زوين وانتم غتشوفوا معايا الشكل النهائي في الاخير. وهنا دست خديت هذاك الفورس اللي نظمته في هذه المنظمه. الصراحه هذه المنظمات حتى هما جاوني زوينين في البلاكار لانهم ما خداوش ليا لي سباس وجاو حتى في المنظر زوين. وضعت فيه كذلك ورقه سيدنا موسى وحتى السودانيه. بعد ما نظمت كل حاجه ببلاصتها غادي نخرج باش ناخذ شي حوايج خاصيني، لان بالنسبه للقطاني كناخذهم من عند العطار
كما شفتوا معايا يا ربي ترحمنا بهاد امطار الخير وتعود علينا بالنفع ان شاء الله. بعد ما رجعت للدار غادي نضم هذوك القطاني اللي خديت كاملين في هاد القرعات اللي عندي اللي كيهزوا لي نص كيلو. كناخذ غير الكميه اللي محتاجه راه يعني ما كناخذش كميه كبيره حتى كتسالي وكنعاود نتقدى هذاك الشيء اللي خاصني. هادشي علاش قلت لكم ضروري قبل ما كنخرج نتقدى كنشوف لي بلاكار ديالي، ضروري نشوف الثلاجه ديالي باش نعرف كاع الحويجات اللي خصوني، ما نبقاش ناخذ الحوايج يكونوا عندي مدوبلين في الدار اولا ما خاصنيش وخديتهم. بهذه الطريقه كتقتصدي لا من ناحيه التقضيه ولا من ناحيه حتى المصروف. هذا الشيء كامل كيساعدنا باش نسيروا وندبروا الشهر ديالنا بالامكانيات اللي عندنا، كل واحد على قد جهده يعني كيمشي بالامكانيات اللي عنده يقدر الا دار واحد البلانينغ ولا واحد لا ليست ولا الحويجات اللي خاصينه غادي يعرف ان شاء الله يسير راسه ويكمل الشهر ديالو بدون حرمان. باش نوازنوا بين كل شيء لابد من ناخذوا حتى القطاني اللي كتفيد الجسم ديالنا خاصه في هذا البرد، يعني من الحوايج اللي كينفعونا في هذا البرد وهي القطاني. اما كيفاش تسيري راسك فكما كنقولوا حنايا كل نهار ورزقه، كنمشي على حسب الامكانيات اللي عندي وعلى قد الجيب ديالي. اما بالنسبه لهاد القرعات اللي بقاو عندي فغنظم فيهم بقيه التقديه اللي عندي، وضعت فيهم الروز وضعت فيهم السميد. الصراحه الزوينين ما كياخذوش لي سباس حتى بالنسبه للترتيب ديالهم في البلاكار. غندوز نوريكم شنو خديت البوطه باش نحافظ عليها دائما نقيه. مشيت خرجت باش ناخذ هاد البابي الومنيوم، ما بغيتش ناخذ بابي الومنيوم عادي، ولكن مني جبتهم من الدار لقيتهم انهم كيصلحوا البوطه اللي فيها اربعه ريوس، يعني كتكون مشاركه هذيك البلاك. هنا حاولت انني نقطعهم، خديت منهم دو باكي وحاولت انني نقطعهم، وكل راس ديال البوطه نوضع فيه اون بارتي. غادي نحاول نحافظ عليها بهذه الطريقه تبقى نقيه وتبقى مزيانه. هنا بعد ما ساليت هذا هو الشكل النهائي ديال البوطه، كتبقاي محافظه عليها واحد المده يعني ما كتكرفصش لك بهذاك الزيت ديال القليان وبالحوايج اللي كطيبي فيها وحتى الطاجين، لان كما كتعرفوا الطاجين تيكرفص لنا البوطه ديالنا. دابا غندوز نوجد معكم غدايا. كتشوفوا معايا رديت الغديوه ديالي طيب، درت دجاج، درت معاه التوابل، معلقه صغيره ديال سكنجبير، نص معلقه ديال الخرقوم، القليل من الملح يعني كتبقى على حسب الذوق، نص معلقه ديال الابزار، ضفت لي كذلك واحد ربيع معلقه ديال السمن وواحد ربيع معلقه ديال راس الحانوت، وضفت كذلك واحد جوج دروس حتى ثلاثه ديال الثوم اللي حكيت مرقاق، البصله، وزدت حتى شويه القزبر والمعدنوس، وضفت القليل من الزيت، وكما كتشوفوا هنا ضفت اللب ديال الحامض والحامض مصير معايا. ضفت الماء قياس فين غادي يطيب هذاك الدجاج، وغادي نسد على الكوكوت ديالو منين طيب ان شاء الله نتلاقاو. هنا كما كتشوفوا معايا خديت البول ديال العجانه، غادي نوضع فيه واحد زلافه كبيره ديال دقيق القمح، غادي نضيف واحد زلافه صغيره ديال الفرص، وهذيك الحمراء اللي كنت احتفظت بها غادي نضيف حتى هي واحد زلافه صغيره. غادي نضيف هنا ملعقه كبيره ديال خميره الخبز الفوريه، غنضيف واحد نص ملعقه ديال الملح، كتبقى الملح دائما على حسب الذوق. غادي ندمج هاد المكونات كامله، وغادي نضيف ليها الماء قياس، غندير العجينه ديالي تعجن في العجانه ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. هنا بعد ما تعجنت العجينه كما كتشوفوا معايا ضفت شويه الماء من الفوق، غادي ندير لها الطريقه هذه ونغطي عليها ونخليها حتى تختمر معانا. كما كتشوفوا معايا وجدت البطاطا اللي غادي نقلي، ضروري كتقولوا الدجاج بالزيتون الحامض ضروري ما كنقليو معاه شويه ديال الفريت، هو انسالاد اللي كترافقوا دائما. عجين بدا كيتضاعف الحجم ديالها، غادي نعري عليها وكندير يدي، راه تكون حداك واحد البلافه فيها شويه ديال الماء، غادي ندير يدي شويه ديال الماء ونعاود ندير العمليه كيف ما درتها في الاول. هذه الطريقه كتخلي العجينه ديالك كتجي زوينه ومفشفشه، وانتم غتشوفوا معايا الخبز كيفاش غادي يجي. وغادي نعاود نغطي عليها مره اخرى ونخليها حتى تختمر ان شاء الله من جديد، بحال كنفرغ منها دوك الغازات وكنغطي عليها حتى تعاود تختمر. عاد ندوز نكمل معكم المرحله الاخيره، غطيت عليها من جديد ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. هنا بعد ما تضاعف الحجم ديالها من جديد غادي ندوز نوجد معكم الخبز ديال اليوم. طبيعه الحال عاود تفرغت منها هذاك الهواء، غادي ناخذ هذيك الحمراء هي اللي باش غادي نقرص هذه العجينه ديال اليوم.
كل شيء كيعرف فوائد الخبز ديال الدار، وخاصة بدقيق القمح الكامل، وخضفت ليه شوية ديال الفرن. كما شفتوا القوام ديال العجينة هو هذا، ما تكونش قاصحة وتكون هكا مرخوفة العجينة باش الخبز ديالكم كيجي زوين. غادي نكمل بنفس الطريقة حتى نكمل الكريسات ديالي كاملين. دابا غادي ندوز نقرص الخبيزات ديالي، والطريقة اللي غتخلي الخبز ديالك يختمر بسرعة وتوجديه في وقت وجيز هو في هاد الأثناء شعلت على الفران يسخن غير واحد شوية ونطفي عليه، وهاد الخبز غادي ندخله تما باش يختمر ونخرجه وهذا نشعل الفران. هذه هي الطريقة باش يوجد لك الخبز بسرعة. بعد ما قرصت الخبيزات ديالي غادي ندخلهم في الفران كيما سبق، شعلته سخن شويه وطفيت عليه باش يختمروا بسرعه ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. الفران بعد ما سخن كيما شفتوا معايا تقبت الخبيزات ديالي على هذا الشكل، وغادي ندخلو يطيب. بعد ما طابوا كيما كتشوفوا معايا كيجي على هذا الشكل، كيجي محمر من الوجه ومن الظهر. شوفوا معايا صراحه خبيزات ديال الدار ما كاينش بحالهم، من خاصه بالدقيق الكامل. شوفوا معايا كيفاش كيجي محمر من الفوق ومن التحت ومفشفش على الطريقة هذه. بعد ما طاب الدجاج خليت المريقة حتى تشحرت مزيان كما كتشوفوا معايا. غادي ندوز نحط معكم الغديوة ديال اليوم، وبقى لي غير تقولوا لي بالصحة والراحة. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال اعجاب ديالكم وكملتو حتى الاخير. ودابا ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.